شكرا على الاستضافه في لاله مولات. تم الاستدعاء ديالي لهذا الحفل هذا وفرحت بزاف لان ان شاء الله غادي يتم اعطاء جائزه احسن ممثله في مسلسل جوج وجوه اللي كنهديها للطاقم كامل من المنتجه هند سقال المخرج مراد الخوضي لكاع الفنانين والتقنيين اللي شاركوا معنا في العمل كانوا كلهم في المستوى والفنانين كانوا كلهم متالقين. هي بصراحة فاجأتني التبارية بأنها يعني نالت هذاك الإقبال الكبير الجماهيري، ما كنتش صراحة متوقعة نهائيا أن هاد الدور هذا غادي يعجب الناس لهاد الدرجة هذه وغادي تم التداول ديال المقاطع ديال التبارية بداك الشكل. هادشي هذا فرحني ويعني زادني واحد نقطة زوينة في المسار ديالي الفني. تنفرح تنضحك يعني تعجبني الحال وكاين بنات اللي تقنوا التباريه تبارك الله عليهم كاملين الناس كاملين اللي قلدوا التباريه. كاين فيلم سينمائي اللي غادي يكون في القاعات السينمائيه بيانتو سميتو فيلم العبد، شاركت فيه شحال هادي ودابا يلاه غيتم يعني غادي يكون في القاعات السينمائيه بيانتو من اخراج عبد الاله الجواهري. وكاين فيلم كذلك ديال كمال اللي حتى هو غادي يخرج تري بيانتو في القاعات السينمائيه، دونك غتشوفوني كذلك في السينما. كاين احتمال كبير ان غادي يكون جزء ثاني. كنت انا ترات يسولوني شكون خدا الفلوس، وغادي يكون ان شاء الله الا كان الجزء الثاني راه غادي بزاف ديال الاحداث غادي يبانوا. كاينه واحد السيده اللي وقفت علي وقالت لي دابا بسببك انتيا مابقاوش كيتباعوا لي كلينيكسات كيتسحب لهم واش انايا لاباس عليا وانايا غير فقيره. قلت لها زعما الله يعفو الله يجيب التيسير. دونك كان واحد شويه ديال العتاب ولكن هاد الظاهره هادي حنايا ما كنشجعوهاش اكيد، يعني هاد الظاهره هادي كتقيس بلادنا كتقيس المنظر ديال بلادنا وكتقيس الكرامه الانسانيه، دونك خصنا نلقاو لها شي حل ومزيان اللي تطرقنا لهذا الموضوع وهضرنا عليه بواحد الجراه وواحد الشفافيه كبيره. وانا فراسي دابا نتوما اللي كتفاجئوا في المعلومات ان تكون فراسي كنتمنى لها كل التوفيق ان شاء الله في الحياه ديالها الجديده، كنتمنى لها السعاده وهي اكيد سعيده وفرحانه واكيد كاين واحد شويه ديال الخلعه لان حياه جديده كتسينها، ولكن ما نخافش على نرجس مراه وقاده وبحال اللي قلتي ديك اللعبه ديال كطيح واقفه بحال القطه وهي اصلا قطيطه بدوك العوينات. تحيه لنرجس. وهي التحقت بالزوج ديالها داكشي الاخر الله اعلم. هي التحقت بالزوج ديالها داكشي الاخر الله اعلم. لا ما عنديش الحق انا نهضر حتى فشي حاجه هاد الساعه، المهم انا كنقول لك الشيء اللي خصني نقولو. فوق السلك الدور ديالي ديال نرجس اللي هي كانت يعني كتشتغل في واحد المنزل ديال واحد السيد اللي لاباس عليه، توفى هذاك السيد كيتفاجئوا هي والخدم ديالو انهم كتب لهم ثروه كبيره وكنبقاو نعيشوا معاهم الاحداث كل واحد كيفاش كيتصرف ملي كيوليو عنده الفلوس كل واحد المشاكل ديالو. دي فوا الفلوس كتسحب لنا واش هي نعمه كتولي نقمه، يعني المسلسل كيطرح بزاف ديال الميساج وبزاف ديال المسائل اللي يعني اللي كتقيسنا في النفسيه ديالنا وفي المجتمع. يعني مسلسل جميل واشتغلت فيه بكل حب مع طاقم زوين كانوا كلهم زوينين كلهم في المستوى كنا نيكيب زعما زوينه بزاف. وهي
صراحة التمثيل خداني باش نكونوا واضحين، التمثيل خداني وكنستمتع فيه بزاف. الغناء ملي كنحس براسي بعد على التمثيل بزاف كنرجع نطلع عليه، وما بجوج بحال وليداتي ما نقدرش نفرط في واحد فيهم، غير ضروري ما غنبقى نوازي بيناتهم. هي نرجس يعني هي ماشي واحد الشخصيه اللي نقدر نقولوا عليها كلاس ما تقدرش تدابز، هي واحد الشخصيه اللي حتى هي شعبيه وحتى هي حتى هي زعما كتضارب وحتى قويفزه، يعني هذاك رد فعل ديالها في البنكه راه هي نرجس، يعني تقدر تكون اعتباريه يعني كون كانت طاحت في هذاك الموقف ما ديرش هذاك رد الفعل، مع اعتباريه مسكينه كتضرب السيليسيون تقدر تكون عندها رد فعل ثقيله. نرجس راه قوي بزاف على الاعتباريه. شكرا لكاع الناس اللي كيشجعوني وكاع الناس اللي كيساندوني، وكنقول لكم سينو الجديد ديالي اللي ان شاء الله كنتمنينا الاعجاب ديالكم وليلي حشمله. لا تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.